مشاهدينا الكرام نتواصل ونجدد اللقاء من جديد شوطنا الحادي عشر خصوص للأبكار اللقاية المحليات الأصائل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع. نذهب مباشرة لهذا الانطلاق والمسار لهذا الشوط. الصدارة والمقدمة من تأتي مع القيادة والمقدمة سرابة. محمد بن سالم بن فاضل الاكتبي يقدم السرابة وتأتي مع البداية. نقلة مباشرة مع المركز الثاني. هنا الوصول ومن ترافق سرابة مع المقدمة والصدارة قدمنا ابن مية ونشوف اللي في المركز الثاني من ترافق سرابة على الصدارة وعلى القيادة على المسار الأول وعلى الانطلاق الأول في هذا الشوط الذي لا يقل أهمية. هو شوطنا الأول من الأشواط النقدية. هنا مشاهدينا الكرام من تأتي في هذه اللحظات تعلن الحضور مع الصدارة وصايف صالح بن ممخوت بن عيضه العامري من يقدم لنا وصايف. انتقل مباشرة إلى الوطن سعيد بن الصغير بن علي بن زرب العامري من يقدم الوطن وتأتي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. نقلة مباشرة مع المركز الرابع. وصول مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من تتقدم مشاهدينا الكرام بهذا المسار والانطلاق. أرى اللي هي خوف مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري القادمة في هذه اللحظات. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس سلهودة سلطان بن علي بن مساعد النيادي من يقدم سلهودة. سادس المراكز زعفران محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري القادمة. أحلى وصلة جبارة حارب بن مغير بن سالم العميمي مع المركز السابع. المركز الثامن الشاهينية محمد بن غدير بن حمد الدرعي. وفي تاسع المراكز تتقدم ندى سعيد بن سالم بن دربش العامري يقدم لنا نداء وتاتي مع النداء بالمركز التاسع. عاشر المراكز الواصلة والمنطلقة في هذه اللحظات وصايف صالح بن مبخوت بن عيض العامري. هكذا النداء الاول للمراكز المتقدمة. نعود حيث البداية مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول مع الصدارة ومع الانطلاق الاول في هذه اللحظات اللي من تسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الاول في مقدمة الشوط على الصدارة. يا سلام خوف مع البداية. مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري يقدم خوف ولا عليه يخوف يا بن هدفه مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول تاتي بهذا الانطلاق مع مقدمة الشوط. المركز الثاني أنا اللي واصل في ثاني المراكز الوطن سعيد بن الصغير بن علي بن زرب العامري من يقدم لنا الوطن. هنا تتقدم في ثاني المراكز. أما اللي في المركز الثالث واصلة هنا زعفران محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري ولكن يتقدم في هذه اللحظات حارب بن مغير بن سالم العميمي من يقدم لنا جبارة تغير من مركز إلى مركز. وصل بن مبخوت وصل صالح بن مبخوت بن عيضه العامري من يقدم وصايف وتنضم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات وانطلقت اللي هي مرعوشة محمد بن علي بن حمد العامري من يقدم مرعوشة ولكن التسللات وارده من كل صوب. وصلت ندى سعيد بن سالم بن دربش العامري يقدم ندى تنضم مع المركز الرابع في هذه اللحظات. القدوم من وصايف حمد بن جار الله بن محمد البريد المري ومن الجانب الاخر النايفة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي ماي بن الهطاري. النايفة هي من تحتل مباشرة مع المركز السادس. وفي سابع المراكز الوطن سعيد بن الصغير بن علي بن زرب العامري ولكن قدوم ووصول من قبل مرعوشة محمد بن حمد بن علي العامري. يا سلام وصل الثمينة محمد بن عبد الله بن حب العامري من يقدم ثمينة. الكل بدأ ينطلق الكل بدأ يقدم من اللقايا المحليات الأصائل ما لديه. يا سلام طموحهم الفوز والانتصار والناموس غير في بطولة الوثبة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة. هنا الوصول من قبل منحاف سيف بن مسهر بن راشد العميمي بدأ يتقدم ولكن هنا الديمة وصلت ناصر بن سباع بن مصبح الكندي. الكل ينطلق الكل يبي الفوز باحث عن ناموس هذا الصباح. هنا لافتت الكيلو ونصف الكيلو عن الفوز والناموس عن الانتصار. يا سلام المقدمة والصدارة خوف 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 بن هدفة ما زالت في مقدمة الشوط. مبارك بن محمد بن سهيل بن هدفة العامري في المقدمة مع البداية. المركز الثاني منحاف يا سلام
تعود الملكية لسيف بن مسفر بن راشد العميمي. يا سلام، ولكن هنا التقدم والوصول يا سلام من قبل جبار حارب بن مغير بن سالم العميمي، من يقدم لنا جبارة تتسلل مع المقدمة. وصلت النايفة باحثة عن موقع النايف، باحثة عن موقع الناموس يا رميثي. سعيد بن مطار بن محمد الرميثي، الاتجاه بدأ يبدو كيلومتر الأخير، والكل قادم، الكل قادم. صالح بن مبخوت بن عيضة العامر يا سلام، وصايف تسللت، انطلقت وصايف إلى المركز الثاني، ومن الجانب الآخر هنا القدوم اللي هي النايفة، النايفة سعيد بن مطار بن محمد الرميثي يا سلام. وصل أيضا سيف بن مسفر بن راشد الحميمي، من يقدم من حاف، ومن الجانب الآخر ثمينة، ثمينة ثمينة محمد بن عبد الله بن الحب العامر يا سلام. ولكن أرى الشيء، أرى القدوم، النايفة، 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 وثمينة، ثمينة والنايفة، النايفة مع البداية، مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، من تسيطر مع البداية، مع المقدمة والصدارة، النايفة الرميثي يعلن حضوره. دين البالي النايفة من حاف واصلة، من حاف مع المركز الثاني، تعود الملكية لمن حاف لسيف بن مسهر بن راشد العميمي ثمينة، مع المركز الثالث محمد بن عبد الله بن الحب العامري، وأيضا وصايف حمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. ولكن قدوم أيضا من هنا خوف مبارك بن محمد حسين بن هدف العامري، حان موعد الرجز، الأوامر بدأت تبدو، والانطلاق من حاف، وثمينة، ثمينة، ثمينة، ثمينة يا بالحب، ثمينة يا بالحب يا سلام. بالفعل ثمينة، وهي ثمينة الطوية. السلام لك يا بالحب، السلام لهالي الطوية، أهالي العين، أسعد الله صباحك يا مالك. أيضا ثمينة محمد بن عبد الله بالحب العامري، تهانينا. والناموس المركز الثاني، المركز الثاني من أتت من حاف سيف بن مسفر بن راشد العميمي. المركز الثالث كان من نصيب النايف سعيد بن مطار بن محمد الرميثي. المركز الرابع دخول ما بين اللي هي وصايف محمد بن جلال محمد البريد المري، وأيضا من قبل خوف مبارك محمد بن سيد بن هدف العامري. نذهب للتوقيت مباشرة يا مخرجنا العزيز وسام الهوار، عطنا التوقيت الزمني لهذا الشوط، وأثناء وصوله إلى خط النهاية، أثناء وصول ثمينة معاناة الفوز والانتصار، 7:49، 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس لمالك محمد بن عبد الله بن الحب العامري المركز الثاني، 7:49، 7 من الأجزاء من وصلة من حاف سيف بن مسفر بن راشد الحميمي. المركز الثالث اللي هي النايفة مسعيد بن مطار بن محمد الرميثي، قطعت المسافة في زمن وقدره النايفة. ها هي أمامكم 7:53:08 من الأجزاء. تهانينا والناموس للجميع.